أنتقل إلى ضيفي حتى تكتمل ربما الصورة، أنتقل إلى ضيفي في واشنطن سيد مسعود. هل بناء على كل ما ذكر نستطيع أن نقول أن إذا كانت هذه الحزمة، حزمة المساعدات، لا تزال عالقة في الكونغرس ولا يمكن تمريرها الآن، هل تأتي هذه الزيارة في المقام الأول لإقناع الأوروبيين أو لإقناع فرنسا بزيادة المساعدات التي تقدم لأوكرانيا في هذه المرحلة في ظل الاستعداد لمعركة ربيع جديدة؟ أم كيف ترى هذه النقطة؟ أولا تحية لك وتحية للضيوف وللمشاهدين الكرام. استمعت إلى ما تفضل به الضيوف وإني أوافق تماما، كل ما قيل هو أمور صحيحة واقعية. برأيي أنا هذه الزيارة لها أهداف عديدة، أحد الأهداف هو خلق وإظهار توحد أو وحدة غربية تجاه ما تقوم به روسيا في أوكرانيا والصين بصورة عامة، أي أن روسيا من جهة والصين من جهة ثانية كل منهما تحاول أن يكون هنالك خلافات بين من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة ثانية الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد أن تظهر جبهة موحدة في وجه ذلك. من جهة ثانية كما تفضلت بالنسبة إلى المساعدات لأوكرانيا العالقة الآن في الكونغرس الأمريكي، أنا أعتقد أن الوزير بلينكن سيحاول أن يشرح للفرنسيين وللأوروبيين أن هذه مسألة الآن مرحلية، وأن الرئيس بايدن سيحاول بقدر الإمكان إقناع الكونغرس، ربما بالتفاوض، ربما بإعطاء الجمهوريين تسهيلات وأمور أخرى في نواحي أخرى من مطالبهم، وأنه في حال لم يحصل ذلك هو سيشجع الاتحاد الأوروبي، فرنسا بصورة خاصة وألمانيا على الاستمرار في دعم أوكرانيا بانتظار أن تحل المشاكل في الكونغرس. وهذه أمور، يعني هذا ما يود بصورة عامة القيام به الوزير بلينكن في أوروبا. كما تفضل الدكتور أحمد من القاهرة، هنالك بعض الملفات العالقة سابقا بين الولايات المتحدة وفرنسا سيحاول معالجتها وتخطيها وتجاوزها. هذا أمر هام جدا يهم كثيرا الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، إظهار وحدة الصف الغربي في مواجهة روسيا. كذلك سيتحدث عن غزة، سيتحدث عن نتنياهو، سيحاول رص الصفوف في مواجهة نتنياهو، لأن نتنياهو يتعب كثيرا الرئيس بايدن ويرفض جميع مطالبه ويود إظهاره بأنه الرئيس الضعيف لكي يفوز ترامب حليفه وصديقه في الانتخابات القادمة. سيحاول بلينكن في هذه الزيارة أن يشرح هذه الظروف، أن يجند أيضا الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه نتنياهو لحمله على عدم اجتياح رفح من جهة، ولحمله أيضا على ربما فتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية. كلها هذه أمور لها أهميتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة وبالنسبة إلى هايتي. نعرف أيضا أن فرنسا لها دور هام في هايتي، تستطيع أن تساعد الولايات المتحدة إلى حد ما. طيب، على حل ربما ما يحدث في هايتي هذه نقطة سننتقل إليها بعد قليل.